بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فهذا كتاب الجامع في العلل ومعرفة الرجال للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، المتوفى سنة 241 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1427. في الصحيفة رقم 352 يقول ابن الإمام أحمد رضي الله عنه: سألت أبي عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، فقال: لا بأس بذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين. إخوتي يا أحبابي، هيا هيا.